الجوهرة المصونة والدرة المكنونة زوجتنا فاطمة أحمد عبد الغفار يوصل ويسلم ليه في منزلنا الكاين في جبلية الفار. احنا يا فاطمة اللي لا عرفنا قراية ولا كتابة غلابة، عمر يا فاطمة ما فكرنا في الدنيا ولا قلنا جاية منين رايحة على فين غير كلمة ربنا يسترها معانا الدنيا وآخر والآخرة. هذا العمر اللي دبل على عوده في تراب الجبلاي. يا ملول حسين العكرش قل السد، كنت زمان بتعطر وأقف واتنفض وامشي تاني في طريق المتسد. السد يا فاطمة فت عيني على الدنيا زي ما كون طلعني للنور من بير، علمني كتير ويوماتي بيعلمني كتير. والبشل مهندس طلعت دوما يحكي لي حديثه المسحور، دايما يملى الدنيا في عيني نور ويخليني اشوف الحاجة من تاني، يعرف جبلاية الفار زي ما يكون عايش فيه، يعرفها اكتر مني. طول ما احنا في الشغل يكلمني وادعال وامير من اصلي وليه ناس. ولو انه قال في مرة يا حراجي سيبك من البدلة، انا ابوي زيك راجل صاحب فاس، من تحت عرق رجليه اتعلمت. وحكاية الاستاذ طلعت دي يا فاطمة حكاية، طبعا شافني هو مرة في مرة في مرة في زرع الدلاميت بشتغل الشغلانة غويها اجري من حرصي على عمري مش خوف. وصلوا جات مدة هناك بقوا كل الخلق تقول لي يا حراجي يا حراجي، وانا كنت كمان عاجب نفسي امشي مفروض اذا رحت ولماجي. وانا نازل مرة من فوق التبة قال لي عاوزك يا حراجي سيب الشغل اللي وراه وتعال. رحت له في المكتب، مكتبه في الخيمة برا في الشمس، خدني من يدي وقعدني وزقاني الشاي. طلعت افندي اول افندي في الدنيا يا فاطمة يطلب لي واحشة وشربت وهو بيتكلم. طبعا هو قال بس انا في الوقت ده كنت ضلال في ضلال. قال لي في الاخر كيف الحال، انا قلت له مبسوط وانت عارفاني مؤدب لما ارد سؤال. هو كان مبسوط مني انا مش عارف ليه، خدني ومررني في منطقته. لسه يا فاطمة ساعتها لا كان سلك ولا انفاق، كنا يا دوبك بنكسر صخر وبنشيله. هو كان عنده عدد وكمان كان في حواليه عمال لابسين لبس افندي وحاطين براميل. كنت انا لسه بشاشي وطاقيتي. قال لي ايه رايك يا حراجي؟ قلت له شغلك صعب وعاوز فهم. قال تيجي معايا؟ اتخبلت يا فاطمه. قلت له لا. قال ليه يا حراجي؟ قلت يا طلحه افندي انا راجل صاحب فاس، انقل حصى معقول، ازرع دلاميت واجري معقول، لكن ابقى وسط افندياتك دول مش معقول، مش حفهم حاجة. وتاني ما منه يمكن ناوي تشغلني اجيب الشاي للرجال. قال لي يا حراجي دول عمال، عاوزك تبقى واحد من دول وحتبقى واحد عال. اتبرجلت يا فاطمة، عين في الجنة وعين في النار. قلت لنفسي وماله لما تعافر يا اخي، وفرض ما تعلمتش مش عار، انت لازم تعرف انك جيت اسوان مش قاعد في الدار. وما تتعلمش ليه؟ ده انت تتعلم تبقى سيد الكل. بس حكاية فري المواسير دي كل يومين حتبوظ مني المواسير وحتتنى المسامير. قال لي الاستاذ طلعت الله يخليه لشبابه يا رب، ادعي له يا فاطمة كتير. قال لي بس انت نوي وانا عارفك يا حراج نبي. قلت ايه؟ قلت له بلا حج بخيت بلا دلميت حاج معاك. وده برضو اللي خلى يا فاطمة جواباتي تتأخر. لسه يا فاطمة الرحلة طويلة والأيام جاية، بس حراجي خلاص بقي يغوى الأيام، بيخاف على عمره زي النسوان لما تعجز. أصله يا فاطمة يا مرتي خلاص في إيدي مسكت الخيط، وانت عارفة النور في الظلمة ليه قيمة حتى لو كان جاي من خرم صغير في الحيط.
الورقة خلصت يا أم عزيزة وقلبي مليان، ومع الظرف حتستلم فلوس. بخصوص نظلة كتر خيرك، وهو يا فاطمة فيه في الدنيا واحدة بتفهم رد جميل الناس غيرك، وسلام لكل الجبلاية واحدا واحد زوجك لصحراج. اسوان زوجي الغالي لسط حراج القط العامل في السد العالي. حراج القط يا أغلى من قشرة عيني وحطان بيتي وولدي. جاني جوابك، ما بتسألنيش ليه على اللي بيجرى لما بديني الجوابات. كيف جسمي يسخن ويبرد وقليبي يرقص تحت التوب، بعمل ولا كنه هممني قدام الناس، بس أقلب وأعدل فيد الظرف، بعدين أطلع على البسطاوي وأقول له طب خش اقرا. يتلموا علي الحريمات، يقعدوا من جوا الباب مرزوق وسطيهم بالجوابات. وأقول طب مش تستنوا لما مرزوق يشرب كوباية الشاي، وأقيد النار وأعلق فوقها المية وجوابك على حجري. إن قمت أروح وقداه، وإن جيت أقعد على حيلي تاني أقوم تاني في حجري حطه، وأسوي الشاي وأنا سمعاهم ورا ظهري بيتغازوا، وأصب الشاي وأقعد وسطيهم، وأما أسلمهم واحد واحد كبايته أنا اللي أقص الظرف وأديله الورقة بيدي عشان يقرأ. الله يسترها معاك ويخليك ويحبب خلقه فيك يا رب. من يوم ما خدتني يا حراجي وانت مكبرني في عين الناس ومحسسني اني ست البيت، الناس تتلم علينا وتقعد حوالينا كأننا عيلة. يا ما نفسي صح يا ناس، احس اني ولو حتى لحظة قدرت اخفف يا حراجي عنك شيلت الشيلة. النبي جواباتك بتنور ظلمة مخي صح وظلمة مخ الحريمات. كل ده يا حراجي جرالك في صوان، ده انت بقيت عفري، امال ده ما كانش باين ليه يا حراجي هنا في البيت؟ كنا حبسينك في البيت. وساعات لما اكون قاعدة لوحدي بنقل غلة ولا بعب الجرة اقول وحياة الرب حراجي حرام فيك يا فاطمة، برضو كان لازمه بتجدع منك، مش يعني تخن وطول. حراجي عمره ما شافني كده، حراجي الكلمة ساعات تغنيه وتخليه ينعس ليلته مطمن رايق الباب. وساعات برضو أقول ما أنا برضو مليحة، يعني هي الغيرة دي برضو حتشيل في عينيها اللي أنا شايلاها لحراجي؟ لا، أنا أكتر واحدة في الدنيا تعز حراجي. هو حراجي عاوزيه من الدنيا غير إن الضحكة لما تطلع من قلبه تطلع مرتاحة. وأنا على كد ما بقدر بدعيلك، بكشف شعري للنجم وبدعيلك يا حراجي، وأقول ميت حتهجي وأشوفك بعنية وانت بتخط عتبة الدار. زوجتك فاطمة أحمد عبد الغفار، جبلية الفضل.